قوله عز وجل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. ولذا قال تعالى: من الكتاب. أهذا الكتاب هو التوراة أم التوراة والإنجيل؟ فإن كان التوراة والإنجيل فإن هذا السياق يشمل اليهود والنصارى، وإن كان المراد منه التوراة فإنه خاص باليهود. قولان لأهل العلم. والأصل أن الذين أوتوا الكتاب هم اليهود والنصارى، لكن هذا النص جاء لسبب مما قد يدلل على أن المراد هم اليهود، وذلك أن حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف ومعهم جماعة أتوا إلى مكة ليجتمعوا على محاربة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو سفيان: نحن لا نأمنكم حتى تسجدوا لأصنامنا، فسجدوا. ثم قال لهم أبو سفيان: أينا أهدى سبيلا؟ أنحن أم محمد؟ فنحن نذبح الكوماء وهي الناقة السمينة، ونسقي الحجيج الماء مع اللبن، ونخدم وفود الله إلى بيته، أم محمد الذي قطع الأرحام وتبعه السرقة من غفار؟ فقالوا: أنتم أهدى. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا.